تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم مميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم واقتراحاتكم ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. أيضا مستمعين متواجدين معاكم على القنوات التالية اللي هي موقع الانستغرام الخاص بهيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_دبي، وأيضا على نور دبي، حساب نور دبي في الانستغرام، موجودين لايف على هذين القناتين. يعني ينزل من السيارة يبغى يكمل معانا الحلقة ممكن يتابعنا على الانستغرام، طالعين بالصوت والصورة معاكم عبر هاتين القناتين. طيب نبتدي معاكم الحلقة بهذه الدراسة اللي تقول الولادة في الشتاء والربيع تخفض خطر اكتئاب ما بعد الولادة. دراسة عنوانها غريب، لكن أظهرت دراسة طبية حديثة أن السيدات اللاتي يلدن في فصلي الشتاء والربيع يكون أقل عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة مقارنة في باللاتي يلدن في فصل الصيف. وأرجعت الدراسة التي أجريت في جامعة بوسطن السبب في ذلك إلى أن السيدات اللاتي يلدن في الشتاء يتمتعن بممارسة العديد من الأنشطة المنزلية بصورة أفضل نتيجة لعدم ارتفاع درجات حرارة الجو. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه ما لا يقل عن 10% من السيدات من درجة معينة من درجات القلق الاكتئاب ما بعد الولادة، حيث تشمل الأعراض الحزن، الأرق، عدم التركيز، وعادة ما يظهر اكتئاب ما بعد الولادة تدريجيا نتيجة لتغيرات هرمونية وتعديلات نفسية تتعرض لها الأم. كما توصل الباحثون إلى أن السيدات اللاتي ينجبن في سن متقدمة كن أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة، بالإضافة للسيدات اللاتي لم يتلقين الحقنة المخدرة في أسفل العمود الفقري اللي يسمونها الإبيدريول. هذه الحقنة تستخدم في الولادات القيصرية. طبعا يعني اللي يشوف يعني الاكتئاب ما بعد الولادة هذا موضوع يعني ممكن أسر تدمر من خلالها، فمسألة وايد مهمة أصلا حتى الرجل أنه يقف بجانب زوجته في هذه الحالات، لأن شغلة مبيد الحرمة. يعني الاكتئاب ما بعد الولادة ممكن أنه يغير نفسية المرأة، يغير وضعها، يغير وايد أمور يعني ممكن تسبب في تحولات نحن ما نتمناها في الحياة الزوجية، فما بالك أيضا على صحتها. يعني الله يعين الحريم، والله جزاهم الله خير، يعني متحملين ريايل
ومتحملين اعمارهم بعد مساكين. عموما نبغي بس نذكركم بان قطره واحده من دمك عزيزي المستمع قد تنقذ حياه، فبادر الان بالتصويت لمبادره دمي. مبادره دمي طبعا هي احدى المبادرات المرشحه لبرنامج حمدان بن محمد للحكومه الذكيه 2017. تتميز مبادره دمي الذكيه بانها الاولى من نوعها عالميا من حيث التقنيات الذكية المستخدمة وتسهيل رحلة المتبرعين بالدم، وتتسم كذلك يعني قبل هذا كله بأبعادها الإنسانية في إنقاذ حياة الناس، حيث أسهمت المبادرة في اختصار وقت رحلة المتبرع، كما مكنته أيضا من تحقيق رغبته في إنقاذ حياة الآخرين وفق خطوات سلسة بسيطة تبدأ بلمسة على الهاتف وتنتهي بلمسة شفاء أو إنقاذ حياة الإنسان. التصويت بدأ في تاريخ 23 نوفمبر الماضي، واليوم آخر يوم للتصويت. يعني متى بيوقف التصويت؟ أعتقد الساعة 12 اليوم بيوقف التصويت، 12 يعني منتصف الليل، ما أدري يسمونه صباحا ولا مساء، بس هو منتصف الليل. عموما اللي يبغي يصوت يزور هذا الموقع vote.dtmc.gov.ae، يشوف هناك المبادرات المرشحة وبعدها يختار المبادرة اللي نحن نتكلم عنها اللي هي مبادرة دمي. طبعا من احنا نسلط الضوء اكثر على التبرع بالدم وعلى هذه المبادرة بكل تفاصيلها، ما نركز عليها بشكل كبير. الان ما ننتقل الى موقع اخر في امارة دبي. شو هذا الموقع؟ وين هو بالتحديد؟ معانا الزميل يوسف سعد، يوسف بيخبرنا هو وين موجود وبيعطينا رسالة مختصرة عن المؤتمر اللي هو موجود فيه. صبحك الله بالخير يوسف. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج صحة وسعادة. قبل قليل محمود معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير العام لهيئة الصحة دبي افتتح الملتقى أو المنتدى السنوي لجمعية أبحاث ومصنعي المستحضرات الصيدلانية الخليجية 2017. هذا اللقاء أو الملتقى محمود يعني تبرز أهميته كثيرا مع تطور صناعة الدواء في العالم وفي منطقة الخليج وفي دولة الإمارات على وجه التحديد، في ظل انتشار الكثير من الأوبئة عالميا وانتشار الأمراض السارية وغير السارية التي شكلت تحديا أو مجموعة من التحديات المهمة أمام صناع الدواء في العالم. الملتقى يبحث قضايا وتحديات ومستقبل صناعة الدواء الصيدلانية في دول الخليج. معالي حميد القطامي في افتتاح الملتقى أكد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أرضية بناءة لتطور هذه الصناعة، وأشار إلى إمكانيات الدولة الهائلة في التي تمكنها من الإسهام بقوة وبشكل ملحوظ في تطور هذه الصناعة كصناعة دواء وأبحاث صيدلانية. معالي برضو أيضا أشار إلى ما تحتضنه إلى نجاح دبي في احتضان مجموعة كبيرة من كبرى شركات الدواء العالمية، التي أكد على ضرورة أن تكون هناك شراكات بين صناعة الدواء العالمية والشركات الوطنية في الدولة وفي دبي على وجه التحديد، لما في ذلك من آثار أو إيجابيات واسعة على الصناعة نفسها. مجموعة كبيرة من الحضور محمود من خبراء صناعة الدواء وكبار المسؤولين وصناع قرار متواجدون هنا في فندق شانغريلا حيث هذا الملتقى. والملتقى الآن محمود تحول إلى ما يشبه بورش العمل حول تم تقسيمه إلى مجموعات على طاولات مستديرة لبحث مجموعة من المحاور
الأساسية التي تخص صناعة الدواء في منطقة الخليج. جميل جميل. طيب يوسف، أنا يعني أبغي أنوه هني أن يعني هيئة الصحة بدبي قطعت شوط كبير في تطبيق يعني الصيدلية الذكية والحلول التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، يعني لصرف الأدوية من أجل راحة المرضى، توفير الوقت والجهد، وأيضا يعني إن شاء الله يعني مع نهاية عام 2018 بتكتمل هذه المنظومة في جميع مستشفيات الهيئة. أنا هو معك على أن هيئة الصحة دبي أنجزت بالفعل ليس فقط الصيدلية الذكية أو الروبوت الصيدلي كما نقول، ولكن أنجزت مرحلة مهمة من تطوير منظومة الدواء نفسها بما فيها الصيدلية الذكية ومنظومة التبريد الخاصة بحفظ ونقل الدواء بطرق آمنة، منظومة الكود الباركود العالمي أصبح الآن يمثل البصمة، نقول مثلا مش عايزين نقول البصمة الوراثية بل البصمة الحقيقية للدواء. ومع هذه المنظومة أصبح الدواء في آمن 100%، أصبحت هناك خدمة صرف الدواء لم تكن ما عادت تأخذ هذا الوقت الذي كانت تأخذه من قبل، لم يعد هناك قوام انتظار أو انتظار وقت طويل في انتظار الدواء. الصيدلية الذكية محمود كما تعلم أن بتستطيع صرف 12 وصفة دواء في الدقيقة الواحدة، والصيدلية تسع في كل مستشفى من مستشفياتنا حول تقريبا 35 ألف دواء. جميل. يوسف أبغيك بس تشوف لي دكتور علي السيد وين موجود، وأيضا تأخذ معاه موعد الأسبوع القادم يكون معانا على الهواء، نتكلم عن كثير من الجوانب الخاصة بصرف الأدوية بالإنجازات التي تحققت في إدارة الصيدلة. شاكرين لك يوسف هذه التغطية الجميلة، وإن شاء الله نتمنى لجميع العاملين على هذا الملتقى أو المنتدى التوفيق. شكرا لك. كان معنا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد من منتدى الصيدلة. طيب نحن ما نطلع فاصل، لكن بعد الفاصل مخبركم عن مواضيع معينة منتكلم عنها، من ضمنها التبرع بالدم. يمكن هذه الأسبوعين حركزنا وايد لأن على هذا الموضوع، ولأن كانت فيه هنالك العديد من الأسئلة من قبل الجمهور في هذا المجال. البارحة اللي كانوا يسألون وايد عن التبرع بالدم، وهل يستوي إذا أنا كنت مريض بالسكري ولا أنا عندي ضغط ولا أنا عندي مرض معين، هل يستوي إن أنا أتبرع؟ الأجوبة كلها إن شاء الله بتسمعونها على في سياق هذه الحلقة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا انضمت لي في الاستوديو دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. دكتورة صبحت الله بالخير. صباح النور والسرور. صوتك مخلص دكتورة. قبل أن ندخل لموضوع الدم، أنا عندي بس باخذ هذه المداخلة السريعة مع الأستاذ عبد الله جمعة مدير الشؤون الإدارية والمالية والإدارية مركز دبي للسكري. ليش المركز حصل يعني يوم أمس الأول على اعتماد الاتحاد العالمي للسكري كمركز تميز في رعاية المرضى، ليكون بهذا الإنجاز أول مركز يحصل على هذا الاعتراف الدولي؟ نحن نتحدث عن هذا الإنجاز وأهميته والجهود اللي قام بها المركز لكي يحصل على هذا الاعتماد الدولي. فعبد الله وش صبحك الله بالخير، وخبرنا طال عمرك عن هذا الإنجاز والجهود اللي سويتوها، وأيضا الجهود اللي تقومون بها للحصول على اعتماد عالمي من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية اللي هي GCI. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أحب أن يتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير الحقيقة
يعني إذاعة نور دبي وبرنامج صحة وسعادة، وبالأخص لك أستاذي محمود على اهتمامكم ودعمكم لتغطية يعني مبادرات وأنشطة مركز دبي للسكري، والهدف منها دائما هو زيادة يعني نسبة الوعي لأفراد مجتمع الإمارات عن داء السكري ومضاعفاته وكيفية التعايش مع هذا المرض. اليوم الحقيقة نحن مثل ما تفضلت أن مركز دبي للسكري قبل أمس تم اعتماده من الجمعية العالمية للسكري. الجمعية العالمية للسكري أحد الجمعيات الضخمة والكبيرة عالمية معروفة معنية بالنسبة للسكري وبالنسبة لمعايير وإجراءات السكري. الجمعية هاي تحت مظلتها أكثر من 150 دولة. اليوم مركز دبي للسكري والوحيد الحقيقة، يعني أول مركز على مستوى الشرق الأوسط والمركز الوحيد في دولة الإمارات يتم اعترافه من قبل هاي الجمعية العالمية. طبعا نحن حصلنا أخوي محمود على اعترافين يعني من الجمعية هاي. أولا الاعتماد بالنسبة لمركز دبي للسكري، مركز تميز بالنسبة لعلاج ورعاية المرضى المصابين بداء السكري. والاعتماد الثاني أيضا اعتماد دولي هذا، أن مركز دبي للسكري هو مركز تعليمي وتثقيفي أيضا للمصابين بداء السكري. جميل. طيب عبد الله، يعني أنا أبغي إن شاء الله نخصص حلقة كاملة عن المركز وعن الخدمات اللي تقدم في هذا المركز. كنتمنى يعني أنا أدري أنك أنت مشغول في، قالوا لي دورة أو طالع من الاجتماع ما أدري، في الكلية. فإن شاء الله يا رب أتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله ما نتكلم عن العديد من الأمور الخاصة بمركز دبي للسكري في الأيام القادمة، إذا قدرنا الأسبوع القادم ولا اللي بعده بالكثير تكونون معنا. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا وألف مبروك. ألف مبروك. كان معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله جمعة، مدير الشؤون المالية والإدارية لمركز دبي للسكري. نعود إلى موضوعنا الرئيسي وهو التبرع بالدم. قلنا في بداية الحلقة أن تنتهي اليوم الخميس 7 ديسمبر الجاري عملية التصويت لثماني مبادرات حكومية تتنافس فيما بينها للفوز براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2017. من بين المبادرات المرشحة لهذا الفوز مبادرة دمي الذكية التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. نحن نتحدث عن هذه المبادرة وكيفية دعمها والتصويت لها للفوز ببرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. دكتورة مي رؤوف، في البداية خلينا نتحدث عن هذه المبادرة وأهميتها للمتبرعين بالدم، وأيضا ما نتكلم عن أبرز الأشياء اللي صارت من خلال مبادرة دمي لوطني كذلك، وكيف ساهمت هذه المبادرات الذكية في دعم ورفع يعني الإنتاجية إذا صح التعبير وأعداد المتبرعين بالدم. نعم طبعا صباح الخير والسرور، وشكرا لك محمود على دعمك المتواصل لخدمات نقل الدم وبرنامج صحة وسعادة. طبعا تطبيق دمي هو تطبيق ذكي ومبتكر ويحمل خدمات ذكية، قسم منها موجودة على الهواتف المحمولة، ومثل ما قلنا سابقا أنه موجودة على نظام الأبل والأندرويد، متوفر باللغة العربية والإنجليزية. وفي جزء من التطبيق دمي موجود عندنا كخدمات ذكية داخل المركز، فكل المتبرعين بالدم الحين اللي يأتون للمركز للتبرع بالدم أو حتى يتوجهون إلى حافلات التبرع بالدم هم راح يستخدمون الخدمات الذكية اللي هي جزء من تطبيق دمي. فحاليا الاستبيان التبرع بالدم، وطبعا هذا الاستبيان هو جزء جدا مهم من نظام التبرع بالدم، لأن هو اللي عن طريقه ممكن أنه إحنا نختار المتبرع كمتبرع آمن، أو أنه التبرع بالدم يكون آمن بالنسبة للمتبرع نفسه، وهذا طبعا وفقا لمعايير عالمية. في كثير من الأسئلة عن الوضع الصحي للمتبرع الحالي والسابق،
كثير من الأسئلة الشخصية. فوجود كخدمة ذكية موجودة على الهاتف المحمول وتسهل على المتبرع أنه يعبيه ويخلص هذا الإجراء وهو في بيته أو في مكتبة أو في أي مكان ثاني، هذا طبعا يعتبر بالنسبة أنك بنوك دم في كل دول العالم، هذا يعتبر إنجاز، لأن المتبرع ممكن أن يخلص جزء مهم من التبرع بالدم وهو في مكان راحته ويجي إلى المركز لتكملة الإجراء وهو الفحص الطبي والتبرع بالدم، فيقصر من عملية التبرع وقت الخدمة اللي هي وقت التبرع بالدم. وهذا طبعا إن شاء الله بعد فترة يبين عندنا من ارتفاع رضا المتعاملين وكسب رضاهم وحثهم على معاودة التبرع بالدم. طبعا من الأشياء اللي اليوم حبيت أني أذكرها للجمهور حسب الأرقام اللي صادرة عن النظام الإلكتروني الموجود في المركز، أنه منذ إطلاق تطبيق دمي في بداية سبتمبر وإلى حد اليوم لحد البارحة حقيقة النظار كان عدد المستخدمين 21,202، وهذا طبعا عدد محمود جدا جيد، يعكس أنه جد النظام سلس وأنه الجمهور والمتبرعين بالدم شايفي أنه النظام سهل ممكن استخدامه. هذا الرقم أنت أعطيتي يا دكتور قبل الحلقة ولا البارحة؟ لا هذا البارحة الظهر حقيقة. البارحة الظهر يعني زاد إن شاء الله. إن شاء الله طبعا يزيد، كل ما نسحب دم يزيد، لأن مثل ما ذكرنا أنه تطبيق دمي هو مش بس النظام اللي الذكي الموجود على الهواتف المحمولة، بس هو النظام الذكي الموجود داخل المركز بالضبط. وحتى في حافلات التبرع بالدم جميل. الحين ما في أوراق بعد في داخل حتى الحافلات المتنقلة، بس موجودة أجهزة ذكية تابلس تعرض المعلومات التثقيفية للمتبرع، وكذلك الاستبيان ممكن أنه يقرأ ويرد عليه على باستخدام الأنظمة الذكية. وكذلك طبعا بين هذا أنه فائدة تطبيق دمي بالنسبة لنا كفريق عمل أثناء حملة دمي لوطني، وهي الخيمة اللي كانت متواجدة في القرية العالمية الخميس والجمعة والسبت الماضي، قارنا عدد المتبرعين اللي قدرنا أنه نسحب منهم دم، شفنا أنه تجاوزوا تقريبا 1,000 متبرع اللي تم سحب دم منه، طبعا اللي جوي للتبرع واللي مثلا تم رفضهم أو استبعادهم لأسباب صحية مثلا، فالعدد أكثر من هذا. من نقارن بالحملة دم الوطني السنة الماضية في الخيمة فنشوف أن العدد تقريبا 300 أكثر من السنة الماضية، وهذا يدل على سلاسة النظام وأنه الإنتاجية للموظفين زادت لأنه النظام سهل كثير من الإجراءات. صحيح، يعني نحن ما نقول استبعاد أو رفض دكتورة على كثر ما نحن نشكرهم على الحرص طبعاً. اللي كان في داخلهم أنهم هم يجون ويتبرعون طبعاً. وأن التواجد في هذا المجال. ما نتكلم أيضا عن الأشياء اللي ممكن ما تخلي الواحد يتبرع والأشياء اللي ممكن يستفيدها المتبرع، لكن بعد الفاصل دكتورة ومناخذ تفاصيل أكثر عن عملية التصويت كذلك، لأن اليوم مثل ما قلنا آخر يوم لعملية التصويت. شاكرين لكل اللي يكتبوا لنا أنهم صوتوا لهذا البرنامج، نحن يعني شاكرين لكم على دعمكم لمثل هذه المبادرات الإنسانية اللي تسعى في لإنقاذ حياة البشر. فاصل بعد الفاصل ما نرجع لكم. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل اللي كانوا يتصلون فينا البارحة في حلقة الثلاسيميا، كانوا يبغون يشاركون، نقولكم شاركونا اليوم لأن الأسئلة اللي كنتوا تطرحونها هذه الدكتورة مي موجودة وهي مختصة في هذا الموضوع وممكن تجاوبكم عليه على 600551414، وأيضا على الرسائل النصية على 4006، وموجودين معاكم لايف على الانستغرام DHA_Dubai ونور دبي.
طبعا مركز دبي لتبرع بالدم حاصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأمريكية منذ عام 2012. زين، وفي عندكم أرقام كبيرة بالنسبة للمتبرعين وأيضا بالنسبة لمعدل رضا المتعاملين عن خدمات المركز. والآن بعد أعتقد أن المسألة ارتفعت جدا مع مبادرة دمي الذكية اللي هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والاتحاد الأوروبي بشكل عام. دكتورة، كثير من الأسئلة كانت تينا عن الأشياء اللي قد تشكل مانع للتبرع بالدم. شو اللي ممكن يمنعني أني أنا أتبرع من بالدم؟ طبعا هي في شروط للتبرع بالدم، الغاية منها هي أولا حماية المتبرع. فالمتبرع في كثير من الأمور اللي مثلا مرات نستبعد تبرعه بالدم لكنها تكون لصالحة حفاظا على صحته. وفي أشياء طبعا من شروط التبرع بالدم اللي هي تحمي متلقي الدم اللي هو المريض. فالمتبرع بالدم صورة عامة حتى يتبرع بالدم لازم يكون عمره بين 18 إلى 65 سنة، لازم يكون وزنه أكثر من 50 كيلوغرام، ولازم يتمتع بصحة وعافية جيدة أثناء يوم التبرع، ما يكون عنده حرارة، ما يكون عنده مثلا برد، بالإضافة إلى أنه الأشخاص اللي يعانون من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي، الأمراض لا سمح الله السرطانية، أو اللي يأخذون بعض الأدوية اللي تأثر على متلقي الدم، فهذول الأشخاص مشكورين طبعا في توجههم إلى مراكز التبرع بالدم ورغبتهم بالتبرع، لكن إحنا نستبعد تبرعهم حفاظا على صحتهم وحفاظا على متلقي الدم لضمان سلامة نقل الدم في الدولة. جميل. يمكن أنا أشوف هذه النظرة الحزينة دائما، يعني من خلال تواجدي الفترة الماضية في مركز دبي تبرع بالدم، نظرة حزينة لما الواحد يعني من خلال الفحص الطبي الطبيب يقول له يعني سامحنا أنت مش لائق طبيا للتبرع بالدم. ولكن أيضا في المقابل في الكثير من الوجوه النضرة اللي تطلع بابتسامة جميلة وتطلع يعني بروح تحسين روح فيها إيجابية كثيرة من المتبرعين بالدم. فهني أبغى أتكلم عن التبرع المنتظم بالدم. يا ترى دكتورة شو هي الفوائد اللي تعود على المتبرع؟ التبرع بالدم المنتظم يساعد في تقليل نسبة الحديد الزائد في الدم، وهو طبعا يساعد على تجديد خلايا الدم. فكل ما يتبرع الشخص بالدم جسمه من نخاع العظم لح تطلع خلايا دموية جديدة ويعوض الجسم السائل اللي انفقد، وهذا التجديد طبعا يعطي حيوية للمتبرع بالدم. بالإضافة أثبتت الدراسات العالمية إلى أن التبرع المنتظم يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، فهو في كل الفوائد الموجودة والمعروفة هو يعني نظام حياة صحي. نشجع الأشخاص اللي يقدرون يتبرعون بالدم التبرع بالدم وبصورة منتظمة. طبعا بالإضافة إلى كون عمل إنساني نبيل، أحب اليوم أنا أقول يعني محمود حضرتك ذكرت أنه الناس تكون وجوهها نظرة ومبتسمة وتتبرع بالدم، كل الشكر والتقدير قليل للمتبرعين بالدم اللي يتوجهون إلى مراكز التبرع بالدم، ينطون من وقتهم ويعطونا دمهم ويتعرضون طبعا إلى الألم البسيط من الأبرة اللي تدخل في إيدهم، وهم بكل هذا دا يتبرعون دم لناس عادة سوف لن يروهم في حياتهم ولا يعرفوهم، ومستعدين أن يسوون كل هذا فقط لحبهم في عمل الخير وتوفير الدم للمرضى المحتاجين، خصوصا وأنه لا يوجد بديل للدم إلى يومنا هذا. جميل. دكتورة بعد يعني البارحة تكلمت في هذا الموضوع وأبغي بعد أرد أركز على هذا الموضوع. يعني بالنسبة لنا نحن من ديننا يحثنا على عمل الخير، وأيضا عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا والأفكار اللي تربينا عليها، وأيضا سعينا الدائم، نحن ناس نحب الخير بالفطرة. ولكن للأسف اللي نشوفه أن هنالك يعني الجاليات الأخرى
او الناس اللي مش من ثقافتنا العربيه ولا الاسلاميه قاعدين يتبرعون اكثر منا نحن. فهذه دعوه نبغى نوجهها. ابتسمتي لان هذا الكلام سليم. لان نبغى نوجه دعوه ان يمكن انا ما اقول ان هي مثلا ان نحن ما نروح نتبرع او ما نحب الخير، لا نحن نحب، لكن ما عندنا الوعي الكافي. نعم صح. بعمليه التبرع بالدم. إن شاء الله إحنا طبعا لاحظنا أنه في هذا العام عام الخير في كثير ناس يعني حتى مو بس تتبرع بالدم، بس في جهات ثانية حثت على دعم خدمات نقل الدم، من مثلا يطلبون مثلا توفير وجبات للمتبرعين، في شركات توجهت لنا تريد تدعم شو محتاجين. فمن خلال عام الخير ومن خلال هذه كل البرامج اللي احنا نتكلم عنها عن التبرع بالدم تبدي تنبني ثقافة التبرع بالدم، لان هي ثقافة. في كثير ناس تتصور مثلا انه ممكن انه تاخذ مرض من تجي تتبرع بالدم، تخاف من الابرة، لكن مثل هسه الافلام والشخص المعروفة بالمجتمع اللي موجودين على بالتواصل الاجتماعي يظهرون يتبرعون بالدم ويشجعون الناس، هذه راح تأثر بعد فترة إن شاء الله نلمسها، إنه تبدي ثقافة حول التبرع بالدم وإنه عملية آمنة وسليمة وإنه هو واجب وطني. يعني حملة الدم اللي وطني اللي انطلقت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه، كانت هي الكلمة اللي أعطاها أنه هو واجب وطني على كل مواطن ومقيم، وهو أجمل هدية ممكن أن يقدمها الإنسان لأخي الإنسان، لأنه بصراحة ما في أغلى من الدم أنه ممكن يقدمها الإنسان لإنسان ما يعرفه. صحيح. وما حيشوفه في أكثر الأحيان، فهو حقيقة من أعلى وأنبل الأعمال الإنسانية. جميل. يعني وعندهم ترى كرك وكروسون زين. أهلا وسهلا. كم يحتاج الجسم من الزمن لتعويض الدم الذي تبرع به للمتبرع؟ خلال 48 ساعة الأولى بعد التبرع بالدم الجسم يعوض كمية السائل اللي أعطاه، لكن كريات الدم الحمراء ممكن تطول لثلاث أسابيع لحد ما يرجع يكونها الجسم مرة ثانية. ولا يقلقون المتبرعين بالدم، الكمية اللي يتبرعون بها محسوبة من الجسم، من نقول ما نقبل أحد مثلا أقل من 50 كيلوغرام، لأنه التبرع بالدم يأثر عليه. فهذا الكمية اللي يتبرع بها الإنسان أثناء التبرع بالدم هي 1 من 12 من كمية الدم الموجودة، وسهل على الجسم أنه يتبرع بها بدون التأثير على أي من الوظائف الفيزيولوجية للجسم. طيب دكتور، أبغي أرجع للتطبيق، لتطبيق دمي. يعني دائما ما الواحد شوي يحس من خلال استخدام التطبيقات وكذا، هنالك بعض التطبيقات اللي تدخل شوية في تفاصيل كثيرة، فدمي بالتحديد يعني داخل في تفاصيل الشخصية بالنسبة للإنسان، في معلومات وايد شخصية، وايد الواحد ممكن أنه يتحفظ على إدلائها، ولكنها ضرورية للتبرع بالدم. طيب، سرية وخصوصية المعلومات وأمن المعلومات الموجودة في التطبيق مسألة وايد مهمة، خلينا نعرف المستمعين شو اللي يسوونه بالضبط في هذا المجال. طبعا بالنسبة للتطبيق على الهواتف المحمولة، والشخص حيستعمله من الهاتف الجوال إله، ويطلب النظام إدخال الرقم الهاتف الجوال، وبعد ما يعبي الاستبيان ويرسله ما حد يقدر يفتحه، يعني ما حد تقدر تفتح الاستبيان مرة ثانية. بمجرد انه تخلص وتجاوب على الاسئلة وتبعثها رح يطلع لك رمز كودي، وهذا فقط اللي رح يكون موجود. من يجي للمركز طبعا يتم قراءته عن طريق الباركود، نقرأ ويتحول الى نظامنا، وطبعا نظامنا بسرية خاصة. لكن طبعا أحب أن أوجه الشكر والتقدير إلى إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي، لأن عملوا جهد كبير على التنسيق مع الشركة اللي عملت البرنامج، وهم اللي يحافظون على سرية المعلومات وأنها تأتي مباشرة إلى نظام هيئة الصحة بدبي مع سرية كاملة، بدون أن يقلق الشخص أنه أي شخص غير مخول ممكن أنه يقرأ المعلومات. سؤال، لو شخص في فقر
دم وفي التلاسيميا عادي ياخذ نفسه؟ ما فهمت. في يعني اظن حسب ما اظن انه يقصد التبرع من الشخص لنفسه. في تبرع ذاتي لكن لا يفضل لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم لانه عنده فقر دم، فكيف ممكن انه يتبرع؟ محتاج دم. اي محتاج دم. واحب اقول اليوم لانه مرضى الثلاسيميا طبعا 37% من الدم اللي احنا نجمعه في المركز يروح لمرضى الثلاسيميا. الامارات من الدول اللي منظمة الصحة العالمية اختارتها لسلامة نقل الدم. صحيح. فالدم آمن وسليم وأعلى معايير السلامة في الفحوصات لمنع انتقال المرضى موجود حمد لله في بنوك الدم في دولة الإمارات. فلا يقلقون المرضى أنه ممكن ينقل لهم مرض عن طريق نقل الدم. شو علاقة الأسبرين بالتبرع بالدم دكتورة؟ الأسبرين يعتبر مميع فممكن يأثر على عمل الصفائح الدموية. فإحنا مثلا من نسحب دم من متبرع نسحب دم كامل، لكن هذا الدم بعدين من يروح لمختبراتنا نطلع منه كريات دم حمراء مركزة اللي تعالج فقر الدم، نطلع منه صفائح دموية. اللي يتبرع يفترض أنه ما يأكل أسبرين قبلها ولا؟ اللي يكون ماخذ أسبرين نسحب منه دم بس ما نطلع منه صفائح دموية لعلاج النزيف. لأن هو مميع الأسبرين. انزين. في بعض الأسئلة اللي أنا يعني موجودة في الاستبيان أبغي بس يأخذ يعني رؤية سريعة عليها. في زيارة طبيب الأسنان خلال 72 ساعة، هي لأن ممكن يكون في التهاب أو جرثومة من يعني إذا عمل في مكان مثلا ما يطبق المعايير فممكن أنه ينقل للدم. فهذا السؤال هو بس لمنع أنه نقل عدوى للمريض متلقي الدم. طيب في أسئلة عن الأماكن اللي كنت قاعد فيها يعني ما بين 1980 لين 96. نعم. أو لين الوقت الحاضر، ليش تسألون هذه الأسئلة؟ هذه نسألها لمنع انتقال مرض جنون البقر. الحين جنون البقر اللي كان موجود في فترة في بريطانيا وفي فرنسا لا يوجد لحد الآن في كل العالم فحص للكشف عنه. فلذلك الدول الأخرى وحسب طبعا معايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية وجمعية بنوك الدم العالمية، فيفضل أنه يستبعد دون الأشخاص لمنع نقل المرض إلى المرضى. عشان أقول أنه الدم المعايير اللي احنا نطبقها جدا صارمة، الغرض منها أنه حماية المريض فلا يزعلون المتبرعين إذا مثلا استبعدنا شخص عن التبرع، يا أما يكون الاستبعاد لصالحة مثل إذا عنده فقر دم كيف نأخذ منه دم، ما نريد نضر المتبرع وطبعا نريد نضمن سلامة المريض. فهذا هو سبب وجود هذا السؤال. وهذه الأسئلة كلها دكتورة تكون خاصة ما حد يطلع عليها؟ هي طبعا يعني حرية. حتى الموظفي الاستقبال الموجودين في المركز ما يقدرون أنه يشوفون هذه الأسئلة والأجوبة عليها، فقط الطبيب أو الطاقم المسؤول عن قبول المتبرع أو استبعاده اللي يسوون الفحص الطبي. جميل. طيب دكتورة، في من بين الأشياء أنتوا تحدثتوا عن التبرع بالصفائح الدموية والبلازما، خلينا نعطي الجمهور على عجالة شو هو هذا التبرع، لأن أنا الناس اللي يروحون يتبرعون بالصفائح الدموية أنا هذيلا أحسهم يعني في قمة العطاء. نعم. ناس يعني بأمانة نرفع لهم القبعة. أكيد. طبعا الصفائح الدموية هي خلايا موجودة بالدم مسؤولة عن تخثر الدم. فالمرضى اللي عندهم نزف أو عندهم سيولة بالدم أو في قسم عندهم اعتلال وراثي في عمل الصفائح يحتاجون إلى نقل صفائح بصورة مستمرة. ونسحب الصفائح بطريقتين، ممكن نطلعها من التبرع بالدم الكامل، لكن الأكثر اللي نستخدمه في مركز دبي للتبرع بالدم هو عن طريق نظام يسمى الأفاريسس، وهو أنه يطول التبرع بالدم عليه ساعة. فمثل ما تفضلت محمود نرفع لهم القبعة لأن يجون يقعدون على يربطون بجهاز لمدة ساعة، وهذا الجهاز يأخذ كمية من الدم يسحب الصفائح ويرجع الدم الباقي للمتبرع وعيد الدورة عدة مرات وعمرها 5 أيام بس فقط.
ورا 5 أيام تصير اكسبايرد وما نقدر نستخدمها. والحمد لله في اقبال كبير. ومن شهر 8 احب اقول يعني نظرا للزياده على طلب الصفائح، لان المستشفيات الخاصه بدات تكسر التخصصات اللي فيها، فبدينا كل جمعه نفتح لسحب الصفائح من متبرعين طوعيين. وهذا طبعا من الساعه كم للساعه كم؟ احنا نفتح من ساعة 8 للسنتين، لكن تكون بمواعيد. فاللي يحب يتبرع بالصفائح ممكن يتصل بنا بالمركز، ورقمنا 04-219-3221 ويحجز للصفائح. بس فيها شروط، انه يكون الشخص تبرع بالدم كامل مرة قبل الصفائح. فهذه هي الصفائح الدموية. طيب مرة قبل الصفائح يعني مرة كم؟ يفضل أن يكون يتبرع بالدم كامل، لأن أسهل أنه يتبرع بالدم كامل، يطول 5 إلى 7 دقائق. فإذا شفنا أنه جسمه تعود على التبرع بالدم مرة أو مرتين كامل، ممكن يتبرع بالصفائح الدموية. جميل. دكتورة، يعني واحد ممكن يحدد نوعية التبرع بعد ما يدخل للسبيان يعبيه في التطبيق وكذا، ممكن يحدد نوعية التبرع إذا كانت بالصفائح أو تبرع بالدم كامل؟ احنا عندنا طبعا 3 أنواع تبرع، عندنا تبرع بالدم الكامل، عندنا تبرع بالصفائح الدموية، وأطلقنا منذ تقريبا 9 شهور التبرع بوحدتين دم كاملة. وهذا هو جهاز الثالث بالشرق الأوسط، اللي هو يسحب وحدتين دم من المتبرع، ونستخدمه لسحب فصائل الدم السالبة قليلة الوجود. وهذا طبعا يعود بالفائدة لمرضى الثلاسيميا، يقلل من حدوث المضاعفات عندهم. تعطينا دقيقة زيادة نقول لكم قصة؟ انزين خبرينا قصة هذه. أريد نذكرهم بالتصويت. لا التصويت لأن اليوم آخر يوم. صبري، لا في قصة ثانية على بعض، ما دام ذكرت نوعيات الدم النادرة. نعم. أبغى أعرف المتبرعين اللي عندنا في نوعية نادرة جدا على مستوى العالم، خبرينا قصتهم هذه. في صنف دم اسمه البومباي جروب، وهذا طبعا هو صنف دم نادر في كل العالم، لكن في عائلة في دبي عندهم هذا الصنف، هم من جنسية هندية وجدا متعاونين، أخو أخت. وقبل فترة يعني تقريبا 3 سنين محمود صارت في حالة ولادة لامرأة كانت في البحرين، والحمد لله ساعدناها احنا من الإمارات، وتبرعوا المتبرعين ونقلنا الدم بموافقة من وزارة الصحة مع الوزير الصحة وافق، ونقلنا لهم الدم، ساعدناهم في أنه يكون دم متوفر لها قبل الولادة. هي كانت سلام. بعد صنفها بومباي جروب. يا سلام. شوفوا يعني الدم يعني يحقق مثل رابط إنساني ما بين البشر. دكتورة، دمنا واحد. إيه دمنا واحد، وإن شاء الله يا رب يعني نتمنى أن السلام والأمن يعم العالم كله، لأن يعني بقدر الإمكان الواحد كثر ما يتعود على عمل الخير، وكثر ما هو يقتدي بالقيادة الرشيدة واللي تسعى أيضا إلى تحقيق الإنسانية، فدائما ما تكون هنالك يعني منظومة، يكون هنالك ثقافة كبيرة في إرساء مثل هذه المفاهيم الإنسانية. دكتورة، نذكر بالتصويت لنا آخر يوم على السريع قبل أن نختم. والله أدعو المتبرعين بالدم والجمهور اللي يسمعنا أنه يصوت لمبادرة دمي اللي تم ترشيحها ضمن 8 جهات حكومية مرشحة لحمل راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية. ليش أقولهم يصوتون؟ لأن تصويتهم دعم للتبرع بالدم داخل الدولة، ودعم للبرنامج الوطني للتبرع بالدم. هو عمل إنساني نبيل، ما يستطيعون المرضى العيش بدون الدم، ولا يأتي إلا من إنسان. فدعمهم للمبادرة والتصويت إنه هو دعم للأعمال الإنسانية. فصوتونا اليوم إلى ساعة 12 بالليل، يعني صباحا يسموه، هو آخر موعد للتصويت. وإن شاء الله نتمنى الفوز
بإذنه تعالى. إن شاء الله تعالى. أيضا التصويت ممكن عن طريق الموبايل في تطبيق، وفي مواضيع بسيطة الواحد ممكن يشوفها، يعني عملية التصويت كلما بتاخذ منك 10 دقائق. فهذه دعوة لكم. أيضا هنالك فرق من المتطوعين من موظفي الهيئة متواجدين في عدد من الأماكن، منها وين؟ موجودين في الكايت بيتش، موجودين في الفستيفال سيتي، هم مجرد يساعدون على توعية الناس عن البرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، ويساعدون الناس على التصويت. بس طبعا الخيار للشخص انه يشوف كل الفيديو، يعني في 8 جهات تتنافس، ففي 8 فيديوهات يشوف مختصر عن المبادرة ويختار. كل المبادرات زينة بس تطبيقنا غير. عموما نشوفكم إن شاء الله على خير مطلع الأسبوع القادم. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة ومليئة بالأحداث الجميلة، مليئة بالحميمية. شكرا لك دكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. شكرا لك ميرا الغفلي، كانت معنا في التنسيق، وكل الشكر لمنوح مخرجنا. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم يوم الأحد نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.